ألف مبروك يا دولة. الله يبارك فيك. عافية بصاحبتي مدحت جوزي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. طبعا إذنك. اتفضلي. دولتي حبيبتي أنت فين؟ سليم بالأنصاري بيسأل عليك. طيب تعالي يا مدحت. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. أقدم لك مدحت زيدان جوزي سليم بالأنصاري. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. أفتكر إحنا شفنا بعض قبل كده. فين فين؟ في نادي الجزيرة؟ لا أنا ما بروحش نادي الجزيرة. مدحت مش بتاع نوادي، مدحت بتاع علم وشغل وبس، بيحضر ماجستير في الاقتصاد. في الاقتصاد؟ طب ما تيجي تشتغل معايا في التصدير والاستيراد. استقيل؟ زي ما استقلت من الحياة العزوبية يا أخ. لا فرصة سعيدة يا مدحت. أهلا أسعد يا فندم. اسمعي بقى، ما تقعيش مدحت بيه في مطبات أكتر من كده. إيه؟ ماجستير إيه اللي أنا بعمله؟ ما انت هتاخد الماجستير يا حبيبي، من بكره هتقدم للدراسات العليا. حذاكر في شهر العسل. العسل بيجي من النحل، والنحل ما بيبطلش شغل، وانت بشغلك هتخليني ملكه.